صباح الخير. ضمن أحدث الإحصاءات عن عدد المغتربين اللبنانيين الموزعين بخارج لبنان طبعاً ببلاد العربية والبلاد العالم، بتقول هالإحصاء أنه في أكثر من 15 مليون لبناني موزعين ببلدان العالم. معظم هالمغتربين بيقصدوا يقضوا موسم الصيفية وفصل الصيف بلبنان. لما ينسألوا عن السبب كلهم بيجتمعوا على جواب واحد وبقولوا خلينا نحط على جنب المشاكل الموجودة بالبلد. ما في أحلى ولا أجمل ولا أحلى من طبيعة لبنان، ولا أجمل من طقس لبنان، ولا أحلى من جو لبنان، ومن الآخر ما في أحلى من هيك بلد. ضيف اليوم هو خير برهان على هالكلام، اسمحوا لي رحب بنصري ريشة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. نصري، يعني أنت مغترب لبناني عايش بفرنسا، تركت البلد على عمر صغير وتبعت دراستك المدرسية والجامعية بفرنسا، وطبعا هلأ بمجال العمل بباري. نصري، بأول لقاء أنا وأنت سألتك لما يكون عندك مجال، لأنك هيك فرصة صغيرة أو بالصيفية، لوين بتسعى أنك تسافر، أو أول هيك top of the list عندك وين الديستنيشن؟ دغري فورا قلت لي لما يكون عندي مجال بقطع تيكت وبجي على لبنان. شو السبب غير أنه وجود العائلة؟ طبعا أكيد أنا بجي على لبنان لأني فخور أني لبناني، فخور ببلدي، وبحب طبيعة لبنان. طبيعة لبنان متنوعة، كمان في شغلة ما منشوفها بغير بلدان هي المسافات القصيرة اللي منشوفها بلبنان. يعني بزيت النهار فينا نروح على البحر وعلى الجبل، وهيدا بولا بلد زرته منشوف هيدا الشيء بس بلبنان. صح، وكنت خبرتني كمان انه حتى لما كنتوا صغار كانوا اهلك يسعوا انه تجوا على البلد تتخلوا هيك الروتس الجذور وتتعلموا أكثر اللغة العربية. وخلينا هون بس خبر شغل المشاهدين أنه عربيتك شوي هيك تقيلة، فإذا قطع شيء بس أنا فسحت لك المجال أنك تحكي بالفرنش، نو وريز. فهل هالقدوم على لبنان من وقت للتاني كمان ساعد أنه تتعلقوا أكثر بالبلد؟ صحيح؟ صحيح، كل سنة إمنا تجبرنا نيجي على لبنان تنشوف لبنان، وكمان أنا كملت أتعلم عربي بفرنسا تضلني محافظ على هذه اللغة ومحافظ ضلني حب لبنان. نصري، رح نشوف الكليب، ونحن قضينا ادفنتشر مغامرة بضيعة كتير حلوة، رح نشوف الكليب وبعدين نخبركم عنها. نصري، شو رأيك؟ كتير حلو الكليب. نحن عملنا هايكينج بضيعة بيسور بقضاء علي محافظة جبل لبنان. وعن جد بحب أشكر بلدية بيسور على الاستقبال الحلو. بيسور ضيعة 850 متر ارتفاع عن سطح البحر. صحيح. 850 متر، والرادار، منطقة الرادار اللي زرناها بالكليب ارتفاعها توصل ل 950 متر
فوق سطح البحر. صح نصر، هي كانت المغامرة كتير حلوة خصيصا بضيعة بيصور اللي ملفت هلأ أنه مساحتها 7,200,000 متر مربع وفيها 40% مساحات خضراء، يعني تعتبر مساحة كبيرة. وهون بيرجع أكيد الكريدتس للبلدية طبعا ولا أهالي الضيعة يلي هن مهتمين بهالمنطقة ومهتمين بالمساحات الخضراء، يعني شيء ما كتير منشوفه بلبنان، علما انه عندنا مساحات خضراء بس مش كل الاشخاص وكل البلديات بيسعوا انه يحافظوا على هالمساحه. خبرني اكثر، كيف كانت المغامره بالنسبه لك؟ المغامره كانت كثير حلوه، يعني انا ما بعمل هايكنج على طول، بس عن جد يعني كان حقيقي، يعني الفرجاني بالكليب كان شيء حقيقي عشناه. ما في اقول كيف، يعني ضلنا 4 ساعات بالرادار عم نصور وعم نعمل هايكنج، يعني شيء كثير حلو. والمناظر الطبيعيه اللي شفناها وعم نشوفها هون بالصور كمان، وبالصوره عم نشوف منطقه رح يتم عم بيسعوا ل يعلنوها منطقه، رح يعلنوها منطقة محمية حضرية، بمعنى محمية بين المنطقة السكنية. وملفت هون أنه فيها أكثر من 10% من النباتات الطبيعية النادرة بالشرق الأوسط، يعني شغلة كتير مهمة، وعم نحكي بالشرق الأوسط مش بس بلبنان. والتصوير تم بالكليب بمنطقة الرادار، وعرفت خبرية أنه بالسبعينات الأهالي الضيعة نصري حبوا أنه يكبروا المساحات الخضراء، فزرعوا أشجار صنوبر وكبروا غابة الصنوبر، وبهالطريقة صار في عندهم منطقة الرادار الكبيرة، المساحة اللي كتير كبيرة، وفي كتير أشخاص بيقصدوها وفعلا مهتمين فيها، يعني في مناطق يعملوا هايكينج، يعملوا يتنزهوا بالطبيعة، وفي تريلز. وهون ما بدي أنسى أشكر الأشخاص اللي ساعدونا بالتصوير من عماد بركات وعلى الدرون لواء غازي، وطبعا الاشخاص اللي كمان سعيوا واستقبلونا بالضيعه من منى عريده، شكرا كثير، وايهاب اياد عفوا ملاعب. نصري، خلينا نرجع شوي لخبرتك الشخصيه. نعم. انت عايش بفرنسا وطبعا بتزور لبنان من وقت للتاني، طبعا ما في مقارنه بين المعيشه بفرنسا والمعيشه بلبنان أكيد. بس اذا بدنا نقارن شوي، يعني فينا نقول الاشخاص هيك بيفتكروا انه المعيشه بفرنسا اجمل واحلى من انه نكون موجودين بلبنان؟ اكيد لا، المعيشه بفرنسا منا احلى من معيشه لبنان. لبنان بلد كثير حلو، في طبيعه، واذا بدنا نروح نزور طبيعه او نزور غابه او نزور البحر بدنا نص ساعه، ساعه ماكسيموم. بفرنسا اذا بدنا نروح البحر بدنا 3 ساعات، مجبورين ناخذ نهار اوف من شغلنا تنروح نشوف البحر، تنروح نزور غابه، تنغير جو، تنتنفس هواء نظيف. يعني بباري مدينه ملوثه وما فينا نظهر منها بطريقه سريعه، يعني بدنا كثير وقت. اكيد في بارك واسباس فير، بس هودي البارك والاسباس فير مغطيين ببنايات، والشمس ما بنشوف على طول الشمس، لانه اول شيء الطقس منه حلو على طول، وكمان في هالبنايات بتغطي الشمس. يعني هالبارك والاسباس فير ما بنتمتع مثل بغابه وبالبحر ببحر لبنان. وكمان ذكرت لي انه الطقس وكل العالم بتعرف انه الطقس بيوروب باوروبا مش كثير يعني مثل عنا، نحن بعدنا الله ناعم علينا بال4 فصول. باوروبا في يمكن سقعه شوي زياده، وما في كثير، في برد وما في كثير شمس، وهذا بياثر على النفسيه وعلى المزاج وبياثر على التواصل بين الاشخاص. اكيد هذا بيأثر على التواصل بين الاشخاص، يعني ما بنشوف مثل هون بلبنان في هايكينج، وما بنشوف الاشخاص متواصلين بين بعضهم مثل بلبنان، لا هذا ما بنشوفه بفرنسا وببرد لبنان. يعني ماخذين اكثر يمكن شوي بالمجال العمل، ماخذين اكيد بالشغل، وهون كثير مهم الشغل، وما عندنا كثير وقت يعني نعمل هيك اشياء مثل بلبنان. ما يعني هذا سبب مباشر لانه كل ما يكون عندكم مجال انه تتركوا شوي مجال العمل بتتركوا البلد كله وبتجوا على لبنان. قد ايه بتفرق معك الحياه، يعني الكواليتي اذا بدنا نقول بين فرنسا لما تكون عايش بمجال العمل ولما تجي هالفرصه بلبنان، قد ايه هيك نفسيتك بترتاح اكثر؟ ترتاح اكيد اكثر، لانه اول شيء بغير جو،
باكل بغير اكل، اكل لبناني كثير طيب. صحيح. صحي. صحي. كمان عم بزور مناطق كثير حلوه مثل بيسور. نصري، انت يعني زاير المناطق بلبنان. نعم. الطبيعه والجبال، صحيح؟ ايه. بارم عليهم. زاير كثير بلبنان. ايه. خلينا نحكي شوي عن الانستغرام. انت انفلونسر. نعم. على الانستغرام، يعني بمعنى انت في اشخاص بيتبعوك واشخاص بيتاثروا بارائك. هون يعني نحن هلا بمجال كثير، بوضع بوقت كثير الانستغرام والسوشيال ميديا اخذ مجال كثير كبير بافكارنا وبتاثر على الطريقه اللي بنفكر فيها. قد ايه هون الديوتي السيريسنس تبع الشغل الاشخاص اللي على الانستغرام انه ينقلوا صوره حقيقيه للاشخاص اللي عم يتبعون؟ اكيد هيدا الشيء مهم. انا كشاب لبناني بمثل لبنان بريت لبنان، ما في اجي فرجي على طول سيئات لبنان على الانستغرام. اكيد لبنان عنده سيئاته طبعا مثل كل البلدان، مثل كل البلدان. بس اذا بنقارن الحسنات والسيئات بنشوف انه في حسنات اكثر. بس ليه ما بنشوف هودي الحسنات بلبنان؟ لانه معودين على البلد، الناس اللي عايشه هون معوده على لبنان ومعوده على الحسنات، من هيك ما بتشوفها كل يوم. انا بس اجي على لبنان بصور اول شيء بلبنان، بضلني اخذ صور، بس الوقت يقطع بقلل هيدي الصور لانه تعودت على جمال لبنان. بفتكر هيدا الكا تبع كل الناس اللي عايشين بلبنان، يعني تعودوا على جمال لبنان، تعودوا على طبيعه لبنان، تعودوا على البحر الحلو بلبنان، تعودوا على كل هالاشياء، من هيك مش عم بقى يعرفوا الشانس اللي عندهم اياها بهالبلد. مزبوط، بياخذوها يمكن هيك فور جرانتد انه عندنا الامور، عندنا الجمال، ما بقى يعني عادي بقى موجودين. إيه. يعني بس ضروري كثير يستوعبوا انه كلنا نستوعب بالبلد انه اذا نحن ما بنحافظ على هالجوهره اللي عندنا اياها ما راح بتضاين. قد ايه الواجب على الانستغرامر الانفلونسر؟ نعم. تحديدا انه ينقل هالصوره الحقيقيه، وقد ايه انت بالنسبه لك الانستغرامرز اللبنانيه الانفلونسرز اللبنانيه عم بينقلوا هالصوره الحلوه؟ الانستغرامرز اللبنانيه والانفلونسرز اللبنانيه عم بينقلوا كثير، انه عم بنزلوا كثير صور عن لبنان، اوقات حقيقيه اوقات ما حقيقيه. بس انا كلالي يعني كثير مهم على طول فرج جمال لبنان بصوري، الطبيعه بلبنان، المناطق الحلوه بلبنان، يعني على طول بجرب اقطع صوره بس كون بفرنسا وصوره عن لبنان. وبس اكيد بس اجي على لبنان كلهم بيعرفوا اني لبناني، لانه بيجي صور بلبنان وباخذ كثير، بنزل ستوريز كثير، صور كثير على الانستغرام تفرجي جمال بلدي. برايك يعني عندك اشخاص اصحاب بفرنسا اوروبيه، يعني بالنسبه لك قد ايه عندهم هيدي الصوره الصحيحه؟ واصله لهم هالصوره الصحيحه؟ يعني ما بعضهم بيفتكروا نحن بقرن ال21 وفي اشخاص بعضهم بيفكروا انه بس لبنان ارض قاحله وصحراء، او يمكن بس انه انتم عندكم حرب، علما انه نحن ما عندنا حرب. هو في اثنين تيب اشخاص، يعني في الاشخاص اللي بتعرف انه لبنان حلو، اللي شافوا صور لبنان واللي زاروا لبنان واللي بيعرفوا انه لبنان حلو، وفي الاشخاص اللي بيفتكروا انه لبنان في حرب ولبنان بلد منه حلو وصحراء. وانا هود بوجه كل صوري وكل كل شيء بعمله على الانستغرام لهود الناس اللي بفكروا انه البلد منه حلو، لانه لبنان بلد كثير حلو ولازم نفرجيه. يعني هيدا ديوتي تبعي انه فرجيه وفرجي جمال لبنان. نصري بالاخر كنت طلبت مني بدك توجه رساله للفولورز بفرنسا، اكيد باللغه الفرنسويه، فراح افتح لك مجال سريعا. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette interview, même si vous ne comprenez pas forcément ce que j'ai dit. J'ai essayé de traduire après pour que vous puissiez comprendre et j'espère que vous visiterez le Liban très prochainement. بمعنى انه عم بيشكر كل الاشخاص اللي عم بيتابعوه واللي تابعوا الانترفيو على السوشيال ميديا لما رح يرجع يعمل لها بوست، علما انه ما رح تفهموا اللغه، رح يرجع يعمل لكم ترجمه، اكيد رح يعملوا ترجمه. انا بدي اشكرك كثير نصري، وان شاء الله تضلك على طول بتزور لبنان ونضلنا نشوفك بربع البلد. ميرسي، شكرا لك. مشاهدينا نحن طبعا لبنان وذا تويست موجود وين ما كان على كل الاراضي اللبنانيه وبكل المناطق والضياع. ما قلكم إلا تابعونا على السوشيال ميديا لبنان وذا تويست، فيسبوك بيج وإنستغرام. بريك صغير ومنتابع لايف.